صراحة كلش صعب لأن هي كانت الصديقة المقربة كلش إلي، وأذكر هذا بأكثر من أكثر من لايف يعني ويانا أذكره. صعب وخاصة هي راح تسافر باكر فهذا كلش صعب يعني علي صراحة، بس حابة أقولها إنه الحمد لله أن وصلتي المرحلة الأخيرة أو ما قبل الأخيرة ونجحت بشغلات هواية صراحة، فأقولها أحبك هواية وراح أظلين بقلبي على طول إن شاء الله. تحية خاصة للبنات الطلاب. طيب هسه نفس ما تعرفون انه برنامج القناع دائما عندنا مفاجآت. ايوه المفاجأة اللي عندنا اللي انا ما اعرفها شو المفاجأة إذن هو فهد هو المشترك اللي كان بالبرنامج وخرج من عنده، لكن أكيد هو بصمته باقية بالبرنامج وهو نجم. بس أنا شفت أنت جايب بديك شغلات وأنا هنشوف شباب تفضلوا قعدوا عيني تفضلوا هسه نشوف فهد جايب لنا هم فهد عنده مفاجآت جايب هدية الواحد طبعا الواحد هاي فيها عمري الله شكرا حلو الله عاشت ايدك فهد مشتاق للبرنامج اي والله وايد قرب المايك بغداد يعني نجاح كلش 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 قوي صار الحمد لله والف الحمد لله والشكر حققنا النجوميه في بغداد فهد بس قرب المايك لما تحكي وهنا تفضل هنا عيني تفضلوا هنا عيني اثنيناتكم حتى شوي نفتح مجال البقيه حتى يظهرون نعم فهد يلا كمل سوالفنا الاصداء ببغداد كلش حلوه يعني من طبيت صراحه تفاجئت يعني نجوم الحمد لله والشكر ودايقولون برنامج ناجح برنامج سوى صار كلش كبير فالحمد لله والشكر يا ربي الحمد لله قدرنا نفوت لبيوتهم الحمد لله والشكر الحمد لله اشتاقت للشباب والاستوديو حيل هسه يعني ما اعرف فرحان هم متابعين البرنامج؟ اكيد طبعا اكيد اكيد يعني فرحك هنا فرحه هسه ما اعرف شلون اعبر عليها تفضل انطيني احنا نتمنى ان كل المشتركين اللي خرجوا يشوفهم اليوم او بالبرايم النهائي يشوفهم مو اكو من البنات المتسابقات انه المشتركات بالبرنامج انه هم مو داخل العراق خارج العراق فتعرف انه تكت مالتهم وطيران لازم يكون بسرعه واشتاقوا لاهلهم ان شاء الله اتفضل وياكم بالاخير المرحله مشجعكم مشكور يلا هسه نرجع على اسئلتنا نروح وين مشجع تفضل انطي مايك انطي مايك طبعا بيت زهير انا كاتبه القصيده سوزان بس على الكاميرا لا تفضل مكانك اذا تريد انا سوزان يعني احساس بس قرب المايك يعني احساس لا يوصف سوزان فاقولها والله شايبت لو ما شفت بسمله والله شايبت لو ما شفت بسملة يا ربي هذا الشكل عمري عسل بسملة مثلك أظن ماكو بين البشر بسملة فانوسة لمن يحك يظهر علي ما رده هو القناع وفقط غيره أنا ما رده سوزان كل الذهب عمره الذهب ما رده ما أصب لكم بعد قولوا ألف بسملة يلا منو من الشباب مشجعي صابرين مشكور صراحة الأدوار التاريخية حاول تختارها لأن تلوق لك جاية على ستايلك يعني فشي مو طبيعي زين وأتمنى لك موفقية إن شاء الله حبيبي فدو الأمر وأنت فد إنسان رائع جدا 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 حبيبي أنت وردة شكرا لك قلبي منو بعد يحب يسأل يعني بس احمد وسوزان حركوا روحكم شويه هو سؤال لاحمد سؤال لاحمد
أو شاب، إذا أنت في مكان وخيروك بين أنه أنت تختار من هاي المجموعة، من راح تختار؟ أختار يعني شنو؟ أنه أحد يأخذ اللقب؟ المن تصوت. المن تصوت. أنا كلهم أحبهم بس يعني حسب ما أنا أشوف. أي؟ كلهم بلشت. أنا سؤال لا مهرب منه. أوكي راح أختار يعني جامع الاثنين، أنه الأجدر وبنفس الوقت صداقة، راح أختار مهند. شكرا جزيلا، ممنون. من بعد؟ راح أشجع أحمد القضاجي. طبعا سؤال أكيد لأحمد، وأكثر من شخص وصلني أسألك هذا السؤال، شنو شعورك من سوزان اختارتك؟ أنت وصلت نومني، وطبعا طبعا هي قالت سوزان طبعا قالت نورت وفعلا نورت أنت، وشنو إيش تحب تقول لها؟ لا يمكن أنا يعني من اختارتني هي قالت لي، بس أنا صراحة ما كنت مصدق، بس بعدين صدقت تفاجأت يعني ضايقت شوية، بس بعدين عادي سوزان. إحنا مش أنا ندري أكو حسب عن الصوت. نعم. يعني سوزان صديقتي وما عندي شيء بالعكس، وهي ممثلة ما شاء الله عليها. إحنا أصدقاء. بعدين صرنا نعم. عادي. هسا وصلوا سوري حقاطعكم، وصلوا ضيوف جدد الأحمد وصلوا. مساء الخير. روح رحب ضيوفك. تفضلوا شباب نفرغ مكان البنات. تفضلوا عيني. نعم تفضلوا. طبعا مساء الخير، رحب بكم بالسوديو القناع. الحمد لله على السلامه. اذا جاي من بغداد من وين؟ لا جينا من دبي. من دبي؟ سهلا ما شاء الله كلش بعيد. عارفيني اسمك؟ براء. براء الحمد لله على السلامة يا براء. الله يسلمك. براء جيت من دبي حتى تشوفين أحمد وبرنامج القناع، استوديو البرنامج؟ أي نعم. نعم. صديق الطفولة. نعم. طيب أنت صديقة أحمد، من عاجبك من غير يعني أحمد يعني من النجوم الموجودين؟ صابري. صابري. قلبي. طيب نتعرف بالوقت؟ سمارة. شفت؟ بس ما اسمعك. سمارة. يا سهلا بيك، أنت هم صديقة أحمد؟ أي. جيت من دبي؟ يا سهلا بيك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طيب الناس هناك بدبي دي يشوفون برنامج القناع، أصدقائكم، معارفكم. أي كلها. شو رأيهم بالبرنامج، بالفكرة؟ بالشباب؟ كلش حلو. نعم. تعبانة هي من صالح الدرج، بعدين نرجع لها. يلا من عند بعد سؤال؟ جمهور صابرين. صابرين لو ما اشتركتي. صابرين لو ما اشتركتي ببرنامج القناع شو تحبين تشتركين؟ شوف أنا دا أدرس يعني تصميم ملابس حالياً، فيعني حتى هي بصراحة فرصة شانس، كنت أتمنى أطلع بالتلفزيون، كنت أتمنى إنه شوف أموت على الشهرة، أموت إنه أطلع على التلفزيون، كان إنه حلمي هذا. قدمت قبل فترة بس كانت عندي شغلات ضرورية بصراحة ما حب أذكرها يعني، بس ما صارت. فهذا البرنامج أول يوم شفته أنا على طول دخلت على الإنترنت وملت الاستمارة. أتمناك التوفيق وكل ما تتمنين. تجربة كلش حلوة صراحة. إن شاء الله أتمناك التوفيق لك وكل الشباب إن شاء الله. الله يخليك. والسوزان إن شاء الله لا تزعلين. الله يوفقكم إن شاء الله. ماكو بالبداية قال فهد إنه أوس وصل سلام. لكل المشتركين وكل اللي دا يشوفنا أكيد أوس مكانه خالي. أيه. واحنا اكيد راح نسلم عليه من هذا المكان أكيد. وكل المشتركين اللي كانوا ويانا من البدايه لحد هذا اليوم فاكيد سلامنا لهم. تفضل اسال. سؤال سوزان، عندك دورين، دور مو مهم، خلينا نقول مو حلو، لكن ماده مالته هاي ليفل عالي، بينما الدور الزين والحلو الماده ما تقل. يعني الماده سوزان سؤال كان الاجر فلوس الأجر. يعني الاجر بالنسبه للادوار، الدور اللي يخدم ويقدم رساله بها شيء حلو اكيد راح اختاره، مو هي الماده اللي تحكمنا بالضبط. احنا ما جايين نجي على الماده، احنا جايين، احنا من اول يوم قلناها جايين نقدم رساله. اكو مواضيع بالحياه حلو تشتغلها وحلو يتابعها العالم وحلو تقدمها للناس، فاذا كان الدور حتى لو كان بدون اجر كان جميل وراح يعطي بصمه إليه كفنانة وللعالم، أنا أكيد راح أختاره. بس أبو شاب صارت بي حالة بالبيت من صرتي ويا الثلاثة الواقفين، فأبو شاب
من وصل الاختيار إليه يعني ترى أصيح سوزان سوزان وجاوب سوزان بالأخير اختار سوزان. كان رائع كان رائع كان موقفه جدا حلو جدا رائع حلو. أي أي بالرغم من أنه أنت اختاريتي أنا ما قصدت أنه ما متقصدة صحيح ما متقصدة اختيار. أي إحنا كنا إحنا البرنامج بمفاجآت مثل ما قالت هسه سكينة، احنا عندنا مفاجآت بالبرنامج، حكم علينا هذا الشيء، بس من اختارني ومن اختاروني زملائي وياي كان موقف جدا رائع، بالمناسبة أنا جدا انهزيت. بس هو انظلم بهذا القرار. كلمة شكرا. بس هي كانت مفاجأة. وصلت للمرحلة الأخيرة والجمهور أكيد نومني يعطينا شباب. السؤال الأخير يعني ليش خمسة ما أعرف يعني ليش خمسة للنهائي؟ يعني خمسة للنهائي لأن هم كلهم نجوم، يعني إحنا ما حبينا نكون أكثر من مرحلة، إنه خلاص حسينا إنه فعلا هم وصلوا. الناس أكثر الناس تعليقات تصل على الفيسبوك خلال آخر مشهد لهم وكشف حساب وثلاثة على الطريق، إنه إمكانيتهم فعلا يعني يوم بعد يوم بدأوا يتطورون. إذا نشوف الأخت هنا أكيد ارتاحتي مو أخذتي نفس هسه تحبين السلين أحمد مهند على فكرة نور. براء صار لي 7 سنين أو 8 ما شايفها كانت فيها بالمدرسة يعني هي بدبي ما شاء الله نعم ما عندي سؤال طيب منو بعد عنده سؤال لشبابنا اتفضل سؤالين موجه للمهند مهند أي الأدوار تمثلها التراجيلية الكوميديا؟ أنا أصلاً ممثل تراجيلي بس مني جيت للبرنامج قمت أسوي محاولات إنه أشتغل كوميدي فهنا شفتوني يمكن التجربة النرويجية فهنا كانت محاولتين فالحمد لله أكو ناس يعني كوميدي جمهور فقالوا المهند كلش حلو المشهد واشتغلت كوميدي بشكل صح ففتحت خط ثاني اللي هو الكوميدي فهسه أشتغل على التراجيدي والكوميدي بس أنا أحب التراجيدي كل شوي. نعم احمد اخوي يا مساء النور سؤال للجمهور ما صابرين شو اول من فاته وصابرين صابرين بعدين سكتوا ليش ما يصير الشباب خلي يردون هم ما صح ما عندي تعليق اذا صابرين صابرين لا مو بالمايك صابرين نعم سؤال موجه عموما للشباب والبنات هل من الممكن أن نشوفكم أنتم أدوار قادمة إن شاء الله على الشاشات الشرقية وعلى شاشات أخرى إن شاء الله يعني على الأقل إلى رمضان القادم إن شاء الله في أدوار إن شاء الله يعني أنتم بحكم أنه نقدر نقول المجتمع عموماً والشارع تعود على جوكم الطيبة فنقدر نقول أنه إن شاء الله نتمنى أن نشوفكم إن شاء الله أدوار إن شاء الله والله يعني على المشترك يجمعكم جميعاً إن شاء الله إن شاء الله طبعاً لحد الآن ده يصير خطأ بالتصويت لحد الآن أنه نحب نذكر اللي يحب يرشح واحد من نجومنا يذكر بس قناع واحد قناع اثنين قناع ثلاثة أو قناع أربعة أو قناع خمسة لأن حرام هذا تروح هواي أسماء بالغلط غير هذا الموضوع أصوات راح تروح بالخطأ وما حتنذكر فهسه راح نترككم أنتم بيناتكم وصورة كارياح تاخذون يلا هسه منو يحب يأخذ الصور يلا أترككم آني اذا مشاهدينا الكرام احنا دوري لحد الان انتهى راح اترك الشباب وجمهورهم انتظرونا باكر بنفس الموعد من القناه